شاء الله تبارك الله. هذه حظيرة الأرانب التربية الأرضية. طبعا عندنا شيء مخلينها بمحاكر وشيء تربية أرضية. عندنا حظيرتين أرضية وكذلك محاكر، عندنا تقريبا 7 أمهات ما شاء الله، كلها بإذن الله طيبة وإنتاجها طيب ومستمر. فمثل ما ذكرنا الأفضل أن زي التربية الأرضية الحظيرة يكون فيها ذكر واحد، لأن الذكور تمشكل مع بعضها واحتمال أنها تخصي بعضها ويصير أن تنقطع من الإنتاج. مهما صبرت عليها يكون الذكر ما هو مهيئ أنه يخصب الأنثى. هذه ما شاء الله تبارك الله. الصغار هذه زي ما ذكرنا بإذن الله راح نعزلها بعد تقريبا 7 أيام، راح نعزلها هي والكبار اللي متعديتها بعمر أسبوع. يعني نفس هذه ما شاء الله تبارك الله، هذا أكبر شوي، فيها صغار منها بأسبوع تقريبا يصل عمر هذا، وراح نعزلها. هذه مكان الولادات بالكفرات هذه، وسبق أن نزلنا لها فيديو طريقة عمل الكفرات هذه. ما شاء الله تبارك الله، كلها لمولدة بالكفرات، وفي شيء مولد هنا تحت، ولكن ولله الحمد أمورها طيبة. هذين الصغار هنية، كذلك عندنا وحدة مولدة قبل فترة هنا أمورها تمام، نشيك عليها كل فترة. ما شاء الله تبارك الله، كل يوم أو يومين تفرق، يعني تلاحظها الحجم تغير اليوم الأول عن اليوم الثاني. ما شاء الله تبارك الله، يعني نمو سريع. هذه من الأمهات اللي داخل الكفر، هذه جابت 9 الأمهات، هذه جابت 9، وما شاء الله تبارك الله كل عيالها أمورها طيبة وممتازة. احنا خفنا عليها أول الوقت، هذا يشيك عليها، لكن لله الحمد مع التعليف الممتاز أمورها طيبة. برسيم ولو أضفت الشعير فيكون أفضل. في عندنا تحت هناك بلبلك 2 مولدات، شيكنا عليهن أمس أمورهم طيبة. نترك اهتم قدر المستطاع، نظافة مكان، نظافة مأكل، نظافة مشرب، وبإذن الله تفادى الجرب وغيرها من الأمراض. بعضهم يهمل شوي شوي، بعدها تبدأ الأمراض عنده ويدخل بدوامة تعال عالج وتعال شوف تعال حصن، فتفادها أول بأول.